سيدي زدني غضب منك وعتاب، يا سيدي زدني غضب منك وعتاب. مع سيرة تويتر نكون وصلنا لآخر فقرات هلا بالعرفج. قصة هالأغنية اللي قاعدين نسمعها الآن، شوف يا أبو عبد العزيز، خلينا نتكلم وش عن العتاب. العتاب ظاهرة عربية قديمة، يقولون العتاب صابون القلوب، لكن لا تكثر العتاب. أنا سويت ثلاث مقولات وأبغى الناس تختار أجملها. قلت حسن العتاب من صفات الأحباب، حسن العتاب مفيد بين الأحباب، حسن العتاب يقوي العلاقة بين الأحباب. بدر عبد المحسن يقول يا سيدي زدني غضب منك وعتاب، ترى الحضيض اللي يهمك عتابه. أيضا صالح جلال رحمه الله في الأغنية اللي غناها فوزي محسون يقول عتبي عليك كل عشم، عتبي على نفسي أنا، تتعب وأتعب سيبني، كنت صعيب تحبني. محمد العبدالله الفيصل يقول في الأغنية اللي غناها عبد المجيد عاتب اللي تحبه العتب من محبة، لا تخلي الأماني من سكوتك تعاني. الله. جرير وصف العتاب وقال لا تكثرون إذا عتبت، لا تكثرن إذا جعلت تلومني، لا يذهبن بحلمك الإكثار. الأغنية هذه يعني أنا أزعم أنه 90% 95% من محبين محمد عبده لا يعرفونها. الأغنية ذي كتبها الأمير بدر بن عبد المحسن عام 2005 حسب ما قرأت عنها، أنا ما حد قال لي، قرأت عنها بالصحف ونبشت لين طلعت أنه تأخر مرة أو بلا صح ما تأخر في زيارة الأمير سلطان، فعتب عليه الأمير سلطان رحمه الله قال له وين أنت يا بدر ما نشوفك، وعاتبه فكتب على هالأبيات عن نغم. محمد عبده لحنها وغناها ب 2006 في جلسة وغناها رسميا 2009. طبعا الأغنية تبين العتب، إيش يقول؟ يا سيدي زدني غضب منك وعتاب، ترى الحضيض اللي يهمك عتابه، رفعت قدري، شوف 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 من سأل عنه الأمير سلطان الله يرحمه يقول رفعت قدري بين ربعي والأحباب، لبستني ثوب الفخر والمهابة، مالي عذر قصرت يا تاج الأحباب، من لا سعى لرضاك وش ينبغابه، تقول غبت وغيبتك ما لها أسباب، الغايب اللي سيدي ما درابه ما درابه. تعريف الغياب عند عبد المحسن هو الشخص الذي لم يسأل عنه الأمير سلطان رحمه الله، رحمه الله. يقول أنت السماء ما ينقصك كوكب غاب مثلي، ونور الشمس يطلب الله جلاله. شوف الله الله. الحقيقة أنه عتاب جميل، أغنية جميلة، أزعم أنه أتحدى أنه أكثر هم يعرفون، حتى في اليوتيوب مشاهدات 14,000. أنت تعرف محمد عبده 14,000 مشاهدة؟ مستحيل. لعله يعني بعد اليوم إن شاء الله أنها شوف مشاهدات أعلى لها. كانت يعني أمسية ماتعة جدا دكتور معك بوجودك، ونهلنا من ينابيع المعرفة بوجودك، وإن شاء الله ما تغيب علينا من عامل المعرفة، ما تغيب علينا إن شاء الله زي البحر البنوك كل ثلاثة شهور إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا لك يا دكتور، ختامي على إلى اللقاء.